وزير الخارجية سامح شكري أجرى اتصال هاتفي مع وزير خارجية إيطاليا لويجي دي مايو، وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن جانب كبير من الاتصال تم تخصيصه لمناقشة تطورات الأوضاع في ليبيا، وأكد شكري على ضرورة دعم جهود التوصل لحل شامل ومستدام من خلال العمل نحو تفعيل إعلان القاهرة الذي يأتي مكملا لمسار برلين، محذرا أيضا من التدخلات الأجنبية غير المشروعة في ليبيا وما يتم من نقل المقاتلين الأجانب إلى ليبيا على ضوء ما يمثل ذلك من تهديد جسيم للاستقرار بالمنطقة. قدم الوزير شكري شرح حول اللقاء اللي تم بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ومشايخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي.